أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الشهر ليعرض عليه خطة النصر التي أعادها لإنهاء الحرب مع روسيا. قال زيلينسكي في مؤتمر دولي في كييف إن الهجوم الأوكراني في كوراسك أبطأ التقدم الروسي في شرق أوكرانيا، موضحا أن 40,000 جندي روسي يقاتلون في منطقة كوراسك الحدودية. وفي مؤتمر بكييف أكد زيلينسكي أن الغرب خائف للغاية من إثارة احتمال إسقاط الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية التي تستهدف أوكرانيا.